first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، يستظلكم هذا اليوم يوم عظيم، هو يوم النحر أي عيد الأضحى، يفرح فيه الحجاج بمغفرة الذنوب ويفرح معهم بقية المسلمين فيتقربون إلى الله جل وعلا بالأضاحي يعني قرباني والتصدق بالطعام على الفقراء والمعوزين، وذلك إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وإياكم والشرك ما ظهر منه وما بطن فإنه يبطل الأعمال. عليكم بالسنة، والسنة بإيجاز هي اتباع الحديث الصحيح، وإياكم والبدعة فإنها تقود إلى المعصية. اعلموا أن من آداب هذا اليوم الإكثار من ذكر الله بالتكبير والتحميد والتسبيح والتلطف مع الأهل والمعارف والجيران والتعامل برفق ولين مع أهل هذا البلد وإن خالفوكم في الدين، ويشرع لكم إشراكهم في الأضاحي والصدقات. أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. أيها الحضورون الكرام، في مثل هذا اليوم لسنة 2014 أي قبل 10 سنوات قمرية أقمنا أول صلاة العيد في هذه الحديقة العامة. كان ذلك اليوم نصف نهار، الاحتفال كان لنصف نهار، وكانت هناك 1500 حاضر وحوالي أقل من 50 امرأة. ما شاء الله، الآن ترون الاحتفال تطور كثيرا، ولكن الجانب المالي لم يتطور. الرجاء التبرع بما تستطيعون، الرجاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد. And this is the most authentic version of Takbirat al-Eid. There are other versions, but they are less authentic. But obviously, they are also fine.
May Allah accept all good deeds. Please stand up now and straighten the lines. We have to straighten the lines. Look at your right and left and make the lines straight. Before, in April, this Eid al-Fitr this year, the deficit was more than 7,500 pounds. So clearly we are desperate for your donation. The solution, in my opinion, is number one, the local government and the central government should financially assist the Eid festival and more financial support. The second solution is that for the masajid of Leicester to pay share to the Eid festival, because this is the Eid for all the Muslims and it makes great impact. محمد هنا بابا هنا محمد محمد ها مكة هذا هاي كيف تنزل هاي كيف هاي عمودي واو هاي هنا واو بابا Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. Easy. When you go there, it's not easy. Easy. It's fun. I want to go here. No. Hi. Taxi for you, Maka.
Merda. Say hi, Merda. Look this way. Maka, Akoya, do something. Show me your passion. one more time, Maka. One more time. Last one. What? Baby. Done, Makana. Maka, you good? Makain. No. This is not the English picture.